هادشي هي الوسطاني با السلام عليكم. انا غندير شعري هنا صافي كحالات مرسي هذا الكود ديالو عمر الزبط يبقى يدور بينا. ها انتما صحه والراحه صحه والراحه ديال الله. انا هنا مع ليسونسيال في هادشي كامل هو اننا نعيش الحياه السعيده كوم دابيتي الحمد لله. معنا خونا وحبيبنا نتوما عارفين خويا الحرشي الجوله والرجوله باش كيعجبني كيخلي الفم حلوله هذا هو الفري ماناجر ايمان دحان. المهم راه غنديروا واحد فيديو كليب هنا في برشلونه ان شاء الله ان شاء الله ومساعدة الحرشي يكون غرباطه هو الدريه ديالو الدعامه ديالو تشيطا وعادي راكم عارفين المغني الشهير انا البتال هذا البطل على البتال لا انت فيمس لا انا المغني الفيمس انا الفيميسيو زعما لابوط لابوط كي خلوا الصوني لابوط جو شويه الاكتر. المهم انا غادي ان الموضوع ان شاء الله الرحمن الرحيم والعنوان ديالو هو ديال ضعتي في الحب الوان ديال الاغنيه الجديده بتاعتي ضعتي في الحب ضعتي في الحب والله نكون فانا ولاميس اخوتي شي حاجه هذا غيكون مع لاميس هاتو لاميس لاميس تركي دخل انا كنجبد سميتها كنبدا انا ودي هذيك لاميس ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكون عزيزه مكرمه وعادي راه كيغني وغيكون داكشي برشلونه غيكون فيديو كليب شحال في المستوى فوق المستوى انتم عارفين قلنا هذه الحمد لله ملي كيدير شي حاجه كيديرها بالخاطر ديالو وكلشي ديال علاش حيت كنموت عليكم وهذا هو الربع عندنا هنا ليسونسيال في هادشي كامل كنموت عليكم كنموت عليكم سالينا بلا بكم نتوما حنا هو ورا نورمال راه شوف اخوتي انا كنهضر مع الرجال انا كنعاود نقول انا ما كنهضرش مع البياضق حيت كاين البياضق وكاين الرجال بحال واحد النهار داك عادي كتعاير في المغاربه المغاربه لا المغاربه فيهم الرجال وفيهم البياضق نفس الوقت نيش انا كنهضر عارفين ملي كنهضرني انا من نوض كنشوف عمركم واش عمركم سمعتوا عادل عار شي واحد خدام وهذاك اللي خدام سالي يتفرج فيا ولا في غيري نهار كان كيسالي الخدمه ديالو عاد كينوض كيعجبو عادل كينوض يسمع ليه ولا يصنت ليه يعني انسان داخل السوق الراس نتاعو بنادم ما خدام ما خدام حاضيك حاضي الحياه ديالك كينسى بان اختو فين مشات كيبقى حدي خوتات عباد الله لا نوض خدم على راسك راه هذا هو عادل لان كنقول لكم هضر ديال الفري انسان ينوض يخدم على راسو غيكون راجل هذا هو ها هو العارض اش كيدير الحرشي خدام على راسو انسان كتلقاه هو في برشلونه اش يلقاه في مدريد اش يلقاه في المغرب عندي واش يلقاه في السعوديه واش يلقاه مو السيد راه المهم كيخدام على راسو ومحبوب الناس علاش بالاداب اللي فيه بالاخلاق اللي فيه وما عمرو كيدخل السوق ديال عباد الله ولا كيقول لك هذاك دار ولا هذاك فعل ولا هذاك ترك وما شغلوش بالاعلام علاش شوف راسي هذا هو الواقع حيت متبع العمل ديالو اذا انا نشوف انا دائما كنوجه لكم هذه النظره بليزير مني كنقول لكم هذه النصائح انا كنهضر دائما على البياضق او البياضق ترجلوا ما تبقاوش تسناو خواتاتكم يصرفوا عليكم ولا مواتكم ولا بواتكم نوضوا خدموا على راسكم ونوضوا خدموا انا عارفكم ما كتحملونيش تعصبوا ملي كتقول لكم ولكن خصكم تنوضوا تخدموا هذه بالرجوله نوضوا تخدموا على وليداتكم ولا ما عندكمش وليدات نوضوا خدموا غير على ريوسكم ما تبقاوش تسناو والديكم يعطوكم بزاف على خواتاتكم عباد الله واش انت راجل تسنى اختك تجيب لك وتعطيك هادشي من الرجوله صاحبي كتبقى تهضر شتي انا انت مالك انت انسان سعاي هذا هو الواقع لا نقدر نقول لك ولكن النهار اللي تنوض ترجلكم بحال الرجال اللي كنعرف انا الرجال لان المغاربه فيه 95% ديال الرجوله رجال 95% ديال الرجال اقسم بالله وماشي كنافق انا كنهضر نيشان ما كيبانوش هذوك اشياء 95% علاش نتوما يا البياضه كتبانوا غير شويه في اليوتيوب كتبانوا شويه انت شويه اللي كتبانوا كتبقاو تعيش شويه داك 5% ما 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 فيكمش النفس ما فيكمش الروح ما كطلعش وتهبط فيكم الروح ديال الرجوله نوضوا خدموا انا كنهضر انا ربكم الميلودي اللي كيهضر معاكم هذا ربكم الميلودي وكاين اللي قدي خويا نوض خدم على راسك الله يرضي عليك نوض ما انت كان كل كيتسنى تا مرتو تعطيه راه مصيبك على بنادم مرتو راه الحماقه صاحبي واش نتوما ان واش ما فهمتش الله يرضي عليكم وما تقلقوش من هاد الهضره ديالي انا كنهضر معكم غير بالرجوله الله يرحم لكم الوالدين هذا هو هادي الميلودي انا عارف هادشي راه حيت دار في حيت الفلوق ديال ايمن اما في ديالي انا ان شاء الله الرحمن الرحيم راني راك عارف ان انا كنعطي العصير في كاس كبير والتشرميل بالكراميل وبالطوموبيل داكشي ديال الله اش كتقول في هادشي كاين كلامه كله صح مانيش انا هذا هو اخوتي اسمحوا لي والله يسهل على الجميع كان الواحد يشوف راسو هذا باش يشوف الناس مانيش انا شوف اخويا الراس نتاعك قلب العيب والله من حقك
اللهم عيش انت وكل شيء ديال الله. اسمحوا لي، اذا هذا هو الكلام عليكم. تصبح كملوا على الفلوق، كملوا الفيديو. انت عطيني من عطيني.
دابا ديال الله كلشي ديال الله ما عنديش معاهم ما عندهمش معايا نمشيو نخليهم فوق الشواية نخليهم فوق الشواية قالك ما عنديش معاهم ما عندهمش معايا نمشيو نخليهم فوق الشواية سالو فيديو لا مازال مازال ما تروح الكلمه كاع الناس اللي شافت الفيديو هذا بغيتهم كامل يديروا لي لايك وخليو لي كومنتات وكملوا لي بالدعم ما نشوفكم من اليوتيوب حتى الكبار ان شاء الله واحد كلشي يلا مرحبا شي كلمه خيالي مرحبا والف مرحبا قبل ما نقول كلمه غنقول نسمع الكلمه للجمهور العزيز الحبيب ديال عادي الميلودي ايمان دحان المراه الحديديه عندها عيد ميلاد 22/8 ان شاء الله يعني ما بقى والو يكون عندها عيد الميلاد ان شاء الله الرحمن الرحيم عقلتوا عليه واحد عيد الميلاد قلت لهم غنشري السبع عقلتوا عليه والحمد لله هنا في اسبانيا راه عطاوها السبع ديال الميكا وكان عندها السبع الحقيقي اللي هو انا المهم راكم عارفين داكشي ديال الله المهم 22/8 ايمان دحان المراه الحديديه المناجره الخطيره عندها عيد ميلاد جويوز انيفيرسير من ايمان كلشي ديال الله مرحبا المهم خوتي هذا الفلوغ الزوين ديال وليدي ايمان كنقول لكم ابوناو ما تنساوش الجرس نتوما عارفين بلا ما نقول لكم داكشي راه ديال الله الصحه والراحه فهمتي المهم انا عندي عيد ميلاد وليني انا ما كنديروش ما كنبغيش نديرو بقيت واعطى كادو المهم صافي عاد اللي عجب ليا الكادو صافي بحال ديما بحال ديما كوم دابيتي كلشي ديال الله بالصحه والراحه يلاه خوتي يعطيكم الصحه الله يكبر بكم الله يجزيه ان شاء الله تشاو ايمن اي لاف يو